بسم الله. اليوم بحمد الله وبحوله سبحانه، يعني العاشر منذ الجنبير واليوم العالمي لحقوق الإنسان. منذ 15 سنة وأنا ممنوع من حقي في التعبير والإبداع، والنظام المغربي يعني لا يفوت فرصة أمام العالم وفي إعلامه وكذا إلا ويقول أنه يحترم حقوق الإنسان الكونية ويحترم حقوق الإنسان متواضع عليها، وأن لا أحد في هذا الوطن مسلوب من حريته في التعبير وفي الاختيار وكثير من الأمور الأخرى. فأنا سأقف اليوم أمام البرلمان المغربي باعتبار رمزيته، لأن البرلمان المغربي المفروض أنه يمثل الوطن ويمثل الشعب وإرادة الشعب واختيارات الشعب، وإن كان لا يفعل ذلك احنا سنقف لرمزية المبنى والبرلمان في عاصمة الرباط. أقف لأكون شاهدا على 15 سنة من التعسف والظلم وسلب الحرية. الآن افتحوا لي جميع صالات العالم، احضروا في جميع سهرات العالم، وأقدم مادة غنائية وريبرتوارا غنائيا يحتفى به في جميع الأوطان، لكن النظام المغربي يمنعني من أن أتواصل مع جمهوري في المغرب، يمنعني من أن أعرض منتوجي الفني في المغرب، يمنعني من هذا الحق. ولذلك أنا سأقف أمام البرلمان لأكون شاهدا على قضية رشيد غلام التي امتدت 15 سنة، ويراد لها أن تصبح نتعايش معها وأن تعتبر شيئا عاديا. فأنا بحول الله إن شاء الله دعيت لهذه الوقفة وأنا أنطلق لأقف فيها مع الساعة الرابعة. تفصلون عنها 3/4 من الساعة 45 دقيقة إن شاء الله. نستنصر بالله ونستفتح به وعليه نعول وبه نلود سبحانه. أنا أقف هنا تضامن مع الفنان الشعبي الكبير رشيد غلام، أولا لأن هذا حق من حقوق المبدع أن يتألق أمام شعبه ووطنه ومجتمعه، ثانيا هو فنان إسلام الفرح والطمأنينة، إسلام النير،
وهو مبديع أول وقبل كل شيء من أبناء الشعب المغربي، فيعرفه الكثير من الناس في العالم العربي والإسلامي، ولكن مع الأسف الذين يكتفون برؤية القنوات الرسمية لم يتعرفوا عليه ولم يستفيدوا، خصوصا منذ التزامي بقضايا الشعب منذ حوالي 15 سنة. فأنا هنا لأعبر، خصوصا وأني أنا فعلا كذلك عانيت من منعي من حرية الكلام والحركة في السنوات الأخيرة. شكرا. ممنوع من حقه هذه أزيد من 15 سنة باش يعرفوه المغاربة. الفنان معروف في العالم العربي والعالم بأسره، ولكن محرومين منه المغاربة. أنا شخصيا تنعتبر بعد أولا هذا حق من حقوق الإنسان، اللي أعتقد كل غيور على حقوق الإنسان ممكن إلا يلقى راسه في وقفات تضامنية مع كل من يمس ويتنتهك حقوقه. ولكن في نفس الوقت نعتبر أنه في المجال الفني والثقافي بشكل عام المغرب يعاني من الرداء بشكل فظيع، وتقدم في القنوات وفي الإعلام بشكل عام يعني أعمال فنية رديئة في الوقت اللي احنا في هذا الوقت هذا احنا محتاجين بشكل أكبر فن راقي وفن هادف وفن يعني لترقى المستوى الجمالية اللازمة لتربية الذوق، لمساهمة في تربية الذوق. أعتقد أن الأستاذ راشد غلام، الفنان راشد غلام، من هذا العيار وهذه العينة الكبيرة اللي ممكن تساهم يعني في الرفع من القيم داخل المجتمع. وبالتالي أعتقد أنه إحنا المغاربة اليوم، مواطنين ومواطنات المغاربة، إحنا اللي محرومين اليوم من حقنا في أننا نتمتعوا بالفن الهادف والفن الراقي اللي تيمثلوا ويجسدوا الأستاذ راشد غلام، وهذا هو اللي تيفسر أنني اليوم متواجدة في هذه الوقفة. هذه الوقفة سبق أن دعا لها راشد غلام من أجل فضح الخنق والعسف والجور الذي يتعرض له من طرف الأجهزة الأمنية المغربية ومن طرف الدولة المغربية بصفة عامة. فحضورنا هنا حضور للدعم وللمساندة، على اعتبار أن من حق كل مواطن مغربي، من كل فنان مغربي، أن يتمتع بالحقوق المخولة له بمقتضى القانون وبمقتضى الدستور. وفي هذا السياق أقول بأن الفنان راشد غلام تعرض لحيف ولجور طيلة سنوات، فهو ممنوع من ارتياد المركبات والمسارح الثقافية، ممنوع من الفضاءات الإعلامية الرسمية، ممنوع أيضا من أن يستفيد المغاربة من فنه ومن نغمه، فنغمه ممنوع وفنه ممنوع. وأعتقد أن السبب الرئيسي للمنع هو مواقفه، وهو ثباته على مجموعة من المواقف ومجموعة من المبادئ، فهو صوت الحرية، يتغنى للإنسانية جمعاء، تغنى لفلسطين وتغنى لسوريا وتغنى للشعوب المستضعفة. لم يكن مصير ولم يكن الحصيلة في حق راشد غلام إلا الاختطاف والاعتقال والمنع والتضييق، وهذا ممنوع وهذا مرفوض. ونطالب بجميع الهيئات المعنية ومن يهمه الأمر بأن يرفعوا الحصار على راشد غلام، فالدستور الذي ارتديتموه حكما لا يسعفكم. وشكرا. وكنعرفوا بأن المغرب طبعا فيه خطابات كثيرة على الحرية وعلى حقوق الإنسان وعلى الانتقالات وعلى يعني العديد من الخطابات اللي هي يعني كتفندها هذا النوع ديال القضايا وهذا النوع ديال الملفات اللي هي شائكة واللي هي واضحة واللي هي كتبين وكتبرز أن الخطاب حول حقوق الإنسان والحريات في واد، وأن الواقع الحقيقي للحقوق والحريات في بلدنا في واد آخر، وأن الواقع هو ديال القمع وديال الحصار وديال التضييق، أن كل من لا يرضى عنه المخزن إلا وكيحاصروا وكيناهض يعني حقه وكيحاصروا في حقه في التعبير، وأن يعني ما يسمى بالديمقراطية وبالتنوع وبالتعدد هو مزيف، وأن الحقيقة أن الصوت الواحد هو اللي كاين، وأنه كل أصوات المغايرة، كل أصوات المنتقدة، كل أصوات المعارضة فعلا واللي كتعبر على آراء منتقدة للدولة إلا وتحاصر. أشكر جميع الناس الذين حضروا إلى هذه الوقفة والذين لم يحضروا. كنا نود أن تكون وقفة رمزية واخترنا أن تكون رمزية فكانت. وقوفنا أمام البرلمان لا يعني أننا نرفع إليه قضيتنا، وإنما لرمزية المكان فقط. البرلمان المغربي يعني المفروض كما قال أخي فزيز والذي هو قيدوم الممنوعين في المجال الفني، قلت له مزيحا أنت الذي سننت هذه السنة هذه، لو لم تدعها تسري عليك لما منعوا من بعدك. والنظام قيدوم المانعين. لست أطالب كما يدعي الناس أنني أمر عبر ضفاتر التحملات في القنوات الرسمية،
ولست أطالب أن أدعى إلى المهرجانات التي تقيمها الدولة تحت الرعاية السامية، لست أطالب بذلك. أنا أطالب أن يسمح لي بالحركة الثقافية والفنية في المجال والفضاء العام، لا أطالب بشيء، لا أطالب مساندة الدولة ولا بطاقة الفنان ولا الرعاية الصحية ديال الفنانين ولا أطالب بدعم، أطالب فقط أن أمارس حقي كمواطن أولا وكفنان ثانيا. اتركوا الإبداع يظهر، اتركوا الإبداع يخرج، وخلوا بيني وبين الناس. أقف اليوم شاهد كما قلت على هذا زيف الشعارات وعلى ما أصبح يسمى عند الجميع بديمقراطية الواجهة. النظام المغربي يشغل واحد البروباغاندا، واحد دعاية كبيرة في أنه بلد ديمقراطي، بلد حر، بلد يحترم حقوق الإنسان. فنحن نقف اليوم لكي نكذب هذه الدعاية ولكي نكذب هذا الطرح، على الأقل إذا كان صحيحا فهو كاذب في شأني، وكاذب في شأني الفنان مزيز، وكاذب في شأني الجمعية الحقوقية اللي هي حتى هي تمنع من كثير من الأنشطة. وبالتالي أنا أقف اليوم بعد 15 سنة من المنع لكي أقول من حقي أن أتواصل مع الجمهور، من حقي أن أغني في مسارح المغرب، وقد ولا زلت أغني في جميع مسارح العالم. الانتماء السياسي إذا كان هو المانع فهذه حجة أخرى، هذه حجة أخرى. المفروض في نظام يحترم نفسه أن يحترم الانتماء الأفراد لأي منظمة سياسية، إذا كانت منظمة غير قانونية فليزج بها في السجون، فليحاربها قضائيا وقانونيا. طالما هي قانونية والانتماء قانوني فلماذا أمنع من أجل هذا الانتماء؟ بدأنا هذه الوقفة الرمزية، ولكن ستمر أو ستأتي بعدها مجموعة احتجاجات أخرى، تبدأ كما قلت بالبرلمان هنا وتبدأ بالمحلي إلى أن تمتد إلى حيث يزين النظام المغربي وجهه في الأنظمة الدولية وفي المنظمات الحقوقية وعند الآخر الذي يعني يحب أن يكون وجهه عنده أبيض. سنبين وجهه الأسود، القاتم المانع للحرية، الكاتم للصوت، لا في شخص رصيد غلام ولا في شخص كثير من الشرفاء في هذا البلد. هذه الوقفة هي من طرفي أنا ومن طرف هاد الناس الحقوقيين أو من طرف الجمهور للتضامن مع رشيد غلام ليتمكن من تقديم عروضه للجمهور، فهو كما قال لا يطالب بأي شيء، يطالب فقط أن يمارس حقه في الإبداع وتقديم عروضه بالنسبة للجمهور. ولكن النقاد كاين جمهور إلى ما أعجبهم داكشي ينتقدوه، حنا ما كنقولوش حنا كنقدموا فن أحسن من الآخرين أو بلا، أجي شوف أش غنقدموا وحكم علينا. الجمهور هو اللي خصو يحكم علينا، النقاد هما اللي خصو يحكموا علينا، الصحافة هي اللي خصها تحكم علينا، ماشي هذا منع قبلي قبل أن تقدم يحكموا عليك بالإقصاء والمنع، وهذا غير مقبول. يعني طال الزمن أم قصر، الشعب دائما الشعوب هي التي تنتصر في النهاية، والحق في الكرامة والتعبير هو الذي سينتصر. احنا ماشي بوحدنا اللي ممنوعين، الشعب المغربي كله لا يعبر عن رأيه في التلفازة التي يمولها من عرق جبينه. الشعب المغربي هو ممنوع أيضا في إبداء رأيه في هذه السياسة ديال الحكومة ولا ديال النظام. إذن احنا كفنانين سنستمر في الدفاع عن أنفسنا مع هاد الناس كلهم هاد الشرفاء، وفي الدفاع عن حقنا في التعبير. من وسط الظلم والقهر العلي والصوت، من حر الحي والحجر العلي والصوت، من أجل الماسك بالجمر نعلي والصوت، من دم يفور بالحصر نعلي والصوت، من أجل الظلم والقهر نعلي والصوت، من حر الحيف والحجر نعلي والصوت، من أجل الماسك بالجمر نعلي والصوت، من دم يفور بالحصر نعلي والصوت، من أجل بلادي أولاد بلادي، من أجل أولادي علي والصوت، علي والصوت، من أجل بلادي.
بلادي ولاد بلادي من أجل ولادي علي والصوت علي والصوت من أجل أعراض مبيوعة بلقمة قوت من أجل أعمار مدفوعة لبحور الموت من أجل أعراض مبيوعة بلقمة قوت من أجل أرواح مدفوعة لبحور الموت من أجل أصوات مقموعة لازم تصير مسموعة علي والصوت من أجل بلادي أولاد بلادي من أجل بلادي علي والصوت علي والصوت من أجل بلادي أولاد بلادي من أجل ولادي علي والصوت علي والصوت من خلف أسوار الخوف من بين ضراس الجوع كاتب الحرف قنوع لازم الظلم يفوت من بين أسوار الخوف من بين ضراس الجوع كاتب القلب حروف لازم الظلم يزول من أجل بلادي أولاد بلادي من أجل بلادي علي والصوت علي والصوت من أجل بلادي أولاد بلادي من أجل بلادي علي والصوت.